بسم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب
Sun.
قميصه من دبر
ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال
ذلك
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سبع سنين دأبا فما
وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولأجر الآخرة
خير للذين آمنوا وكانوا هذه بضاعتنا
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال أنا يوسف
فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي
كل شيء.